سيبوش يقعد مع نفسه كتير، ما سيبوش يفكر كتير. أول حاجة إنه ما يسيبهوش إن هو ما يروح للدكتور لوحده. دايما لازم طول الوقت بيحس ان حد يبقى مهتم بمواعيد زياره الطبيب، مهتم بزياره الجلسات الكيمو لو هيدخل مرحله الكيمياء والاشعه، يحس انه الاخرين مهتمين بيه بالفعل مش بالكلام بس. الكلام ساعات ممكن زي ما حضرتك ما قلتي ممكن يكون عبء عليه او لود عليه جامد، ولكن انا بقول ان ممكن بشكل او باخر نبين له ان احنا مهتمين بيك، واخدين بالنا منك. كل مش لوحده، مش لوحد، انت مش لوحدك، احنا بنتفق، بنشوف الدكتور مواعيده الساعه كام، يوم ايه بالظبط، انت محتاج ايه قبل ما انت ما تروح، ومحتاج ايه بعد ما بتيجي. دكتوره سحر، اكيد حضرتك شفتي نماذج من اللي هحكي عنها دلوقتي او هقولها لحضرتك، والتعامل معاها يكون ازاي؟ اللي بيخبوا المرض وبيكونوا واخدينه جواهم كده ورايحين جايين لوحدهم، بيعملوا التحاليل والاشعاع والكيماوي ومش عايزين اقرب الناس يسندوهم، ده التعامل معهم يكون ازاي؟ بص، التعامل معهم اول حاجة احنا نعرف الاسباب ليه هو بيعمل ده، تمام؟ تاني حاجة لو عرفنا ان اسبابه مقنعة وفي نفس الوقت هي مريحة نسيبه، لكن لو مريحة لان السبب، لان لو ممكن تكون الاسرة بتدعمه او اللي حواليه، بس بالنسبة له هو تعبان، هو مش مبسوط، مش مرتاح، احنا في الاول وفي الاخر بندور هو ايه اللي بيريحه. يعني مثلا انا اقول لك من ضمن النماذج، يعني انا من الشخصيات اللي حضرتك قلتي عليهم ان انا اكتشفت المرض ما قلتش لحد، يمكن قبل العمليه بيوم واحد قلت لبابا وماما، ما قلتش لاخواتي. قبل العمليه بيومين قلت لبناتي اللي معايا في البيت، تمام، ما قلتش لحد بتاع. هتقولي لي ايه الاسباب؟ يعني هتقولي لي ايه الاسباب؟ عاوزه اقول لك ان هم غاليين عليا قوي وبحبهم قوي، فانا حاسه بالألم، انه هوجعهم اكتر من الوجع اللي انا فيه، فانا قلت لا، خليني اخد نص الرحله او جزء من الرحله، هم مش بادئين معايا من الرحله من البدايه، تمام. فده كان فكري وقتها. عشان كده سميتي المبادره كوني الاقوى كوني سحر. بالظبط. بصي، هي اسم المبادره جت طبعا لما اصبت بسرطان الثدي، وانا في جلسه اول جلسه كيمو ليا قررت، انا عندي مؤسسه كيان مصر التنميه، بشتغل في مجال العمل الاهلي بقالي 20 سنه ومهتمه بحقوق النساء وشؤون المراه بشكل عام. فانا مجالي سرطان الثدي، قلت ليه ما اعملش اشتغل على سرطان الثدي بحيث للمراه كمان. فجيت من اول جلسه كيمو قررت ان انا اعمل مبادره، وكنت محتاره اسميها ايه، فعملت على الصفحه بتاعتي عندي بقى فانزي وكده، فانا طرحوا اسماء، تمام، كتير، عملنا انتخابات بشكل ديمقراطي جدا، ممتاز. تمام، وبدا ايه الاعاده، جت كوني الاقوى والاسم تاني كوني سحر. التجاوب كان حلو جدا. التجاوب كمان من المريضات، مشاركتهم في المبادرة، ردود فعلهم كانت ازاي؟ هم طبعا يعني في الاول ما كانش لسه عندي بطلات سرطان لاني كنت لسه في البداية، وما كنتش واصلة ليهم، بس لما دخلت مرحلة العلاج من اول جلسة كيمو بدأت اتواصل معهم من خلال المستشفى اللي انا بروح فيها، من خلال المؤسسة بتاعتي بقينا نجمع داتا كبيرة جدا ببطلات السرطان عشان نشوف احتياجاتهم ايه ونقدر نساعدهم فيه. فانا كنت حريصة جدا خلال المؤسسة أو مشوار تاريخي العملي كله أن أنا بحب دايما طول الوقت أشتغل بشكل مختلف عن الآخرين، وبشكل خاص الحاجات اللي هي احتياجات الشخص أو الفئة اللي أنا بشتغل عليها. إيه الاحتياجات اللي بتشعر بيها السيدة اللي بتصاب بسرطان الثدي تحديدا، وخاصة أن التوعية فيه في السنين الأخيرة كانت كبيرة، وليه طرق مبسطة في البيت نقدر نعملها وحضرتك تقدري تشرحها لنا برضه؟ بصي، احنا لما عملت دراسة بحث كده على قدي بحيث ان اعرف احتياجاتهم ايه، تحديد احتياجات، فاكتشفت ان عندهم مشاكل كتيرة جدا. من المشاكل دي حولتها لبرامج، البرامج دي هي 14 برنامج، فلقيت اول حاجة هم محتاجين الدعم النفسي جدا، تمام، محتاجين دعم الأسرة بشكل كبير، اكتشفت كمان ان الأسرة محتاجة دعم نفسي طبعا، تمام. اكتشفنا كمان من خلال الدراسة ان ارتفاع نسبة الطلاق. عفوا، يعني هوقف حضرتك عند النقطة دي، فكرة دعم الأسرة، لان زي ما كنا بنتكلم من شوية، امتى يتكلم، امتى يساند، امتى يتوقف عن المساندة، لان المريض دلوقتي مش عايز يسمع ولا يتعامل. بالظبط. اول حاجة لازم نسمعه، وقبل ما احنا ما نقدم الدعم
لازم نقول له احنا يعني دي الاشاره ان احنا هنقدم لك كذا او نعمل ده يريحك ده يريحك تمام. طب نعمل دوت لو حسينا ان هي باشارتها ان هي مرتاحه نعمل ده نعمل ده، لكن لو حسينا ان احنا ان ده بيمثل لها ضغط وحمل عليها تمام لا ما بيأثرش عليها بشكل ايجابي بلاش لا لا خالص خالص. احنا دايما طول الوقت بنسمع لكل حاله، اصل كل شخص بيختلف عن الاخر تمام. فاحنا بنسمع من الاسره هي بتعاني من ايه؟ ايه مشاكلها؟ يعني مثلا في كتير جدا منهم ما بيحبوش يخرجوا من اوضتهم، بيحبوش يخرجوا، فطبعا لازم نساعد ده ان احنا نحاول ان احنا بنساعده في نفس الوقت بنخلي الاسره بنديها شويه تعليمات شويه حاجات بحيث ان هي ما تبقاش ضغط عليها تخرجها غصب عنها تمام. وفي نفس الوقت ما يسيبوهاش للعزله او توصل لمرحله اكتئاب. طب ايه التوجيهات يا فندم اللي بتدوها للاسره؟ بص احنا نحاول دايما طول الوقت بنقول للاسره بنقرا شويه عن حياتها بيدونا مفاتيحها شويه، يعني هي مثلا مين قرب ليها بتحب تزوره او بيحب يزورها، كان بتمارس انشطه قبليها ولا لا، يعني مثلا لو كانت بتحب الرياضه ده مدخل كويس جدا ان احنا نحاول ان احنا نخليها تشارك مثلا تروح جيم او تخرج نتمشى شويه في الهواء، تلعب رياضه خفيفه تناسب الوضع الصحي اللي هي فيه في الوقت الحالي. هي دايما بتحب الزيارات او الخروجات او الرحلات، بتحب بلد معينه تحب تزورها ان كان داخل البلد داخل مصر او خارج مصر، ده يخليها بندور على الحاجات اللي بتخليها تاخدها في حته ايجابيه تساعد على الشفاء، لكن نبعد عنها تماما كل الحاجات اللي ممكن تعود عليها بالسلب.